السلام عليكم. ازاي اعمل دوبليكيت لشيت؟ لما اجي على الشيت بدوس هنا واقول له دوبليكيت فيو، بلاقيهم كلهم مش متفاعلين، وبلاقي كوبي تو كليب بورد مش متفعله. طب اعمل ازاي بقى الموضوع دوت؟ اول حاجه ان انا هعلم على شيت واقول له كنترول سي، تمام؟ فهو ياخده كده مع ايه في الذاكره، كنترول سي. وبعد كده اي اجي في اي مكان فاضي واقول له كنترول في، كنترول في، كنترول في، فيبدا يعملهم لي بالترتيب E103 E104 وهكذا، وتبقى فاضية. أقدر أسحب أي لوحة وأحطها بالشكل دوت.